رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. ومنورة دلوقتي في الاستوديو استاذ محسن لبنوم، نائب مدير تحرير مجلة الأهرام الرياضي. مساء الخير على حضرتك. في البداية كده بعزيك وبعزي نفسي وكل أسرة قناة النادي الأهلي وكل محبين النادي الأهلي في وفاة الدكتور خالد توحيد. اهلا بحضرتك. طبعا احنا بنعزي انفسنا طبعا في الدكتور خالد، هو مش بس رئيس قناة النادي الأهلي، وطبعا بالنسبة لي على المستوى الشخصي هو كان اخ اكبر عشرة اكتر من 20 سنة، فطبعا ربنا يرحمه ويغفر له ويتغمد يعني برحمته ويلهم اهله الصبر والسلوان ان شاء الله. ان شاء الله. يعني يمكن الحاجه اللي بتصبر الواحد على اللي حصل ده الموته الحلوه قوي، الطريقه اللي طلع بيها ربنا وهو ساجد، وده كان العادي. يعني انا كنت دايما بقول للناس يا جماعه انا ما بخبطش على دكتور خالد عشان اطلب حاجه الا لما الاقيه بيصلي، فاروح وارجع تاني كذا مره. صحيح، يعني هو خرج من الدنيا، احنا دايما بنقول في الدنيا يعني ايه ربنا يطلعنا منها على خير. هو خرج من الباب اللي اي حد بيحلم يخرج منه، ان انت تكون اخر حاجه بتعملها في حياتك انت بتصلي، اخر حاجه بتعملها في حياتك ان انت بتسجد، اخر كلام بيطلع منك ان انت بتقول هو كلام ربنا وانت متوضي. يعني اي حد بيحلم بالوفاه دي طبعا هو يستحقها تماما. يعني هو مثال لايه، يعني حتى من اسمه عاش خالدا ومات ساجدا، يعني الله يرحمه. طبعا ده من شاب على شيء شاب عليه، او شاب على شيء شاب عليه، طبعا عمر ما كان هيموت الموت دي الا اذا كان منتظم في الصلاه، وزي ما الناس بتقول ايه اللي بينك وبين ربنا عشان تنتهي تودع الدنيا بهذا الشكل. طبعا طبعا ربنا يرحمه، بصراحه كان رحيله بالنسبه لنا صدمه، اللي خفف منها الطريقه اللي توفى بيها وخرج بيها من الدنيا. طيب خليني اسالك، يعني انا معرفتي بدكتور خالد ابتدت يمكن في شهر اغسطس اللي فات، او في شهر او يمكن قبلها بشهر، يمكن معرفتوش كتير، لكن الراجل ده راجل جميل قوي، راجل عظيم قوي بصراحه. يعني اول ما بتشوفه وتحس ان هو، انا بالنسبه لي كان اب ليا هنا. صحيح. عمري في حياتي ما قصدته في حاجه او طلبت منه حاجه الا لا كان في ظهري، وحتى الناس كانوا هنا بيقولوا لي اطلعي لدكتور خالد. صحيح. وهو الراجل في ظهرك والراجل بيعزك صحيح، يعني راجل جميل جدا ما حدش يختلف عليه ابدا، حتى تفكيره وتوجيهاته في الشغل مختلفه، عنده وجهة نظر كده بتاعة الزمن الجميل. صحيح. الزمن المحترم بالظبط. ابتدينا نتكلم في الشغل، فقعد يقول لي انا شايف ان الاعلام رسالته الاهم هي الرسالة الإخبارية التوعية، مش اللي بيحصل من تراشق لألفاظ ومن طريقة، يعني اللي احنا الحاجات اللي بنشوفها في الوقت الحالي. طول عمره عنده فكر كده مختلف. يمكن حضرتك ذكرتي قلتي من الزمن الجميل، هو بالفعل من الزمن الجميل، رجل من الزمن الجميل، يمكن أحد مؤسسي مجلة الأهرام الرياضي اللي هي أول مجلة رياضية متخصصة في الرياضة عامة في مصر، من مؤسسة الأهرام سنة في يناير 90 تحديدا، في يناير في شهر يناير 1990، كان واحد مؤسسه طبعا مع العظماء، يعني الاستاذ ابراهيم حجازي بقى، الاستاذ محمد سيف الدين، الاستاذ سيد هنداوي، الدكتور ياسر ايوب والى اخره، طبعا عشان القيمه تطول. هو كان احد مؤسسيها اللي حافظوا على ده لحد ما توفى. يعني هو لحد اللحظه الاخيره ما عمروش خرج عن النص، ما يخرج عن النص فقط في الشغل، ولكن ما فيش الاهرام دي ما انجرفتش ابدا تحت قيادته حتى، وحافظ على ده بصراحه. للتراشق اللي بنتفرج عليه النهارده، او بعض الصحف ووسائل الاعلام اللي بنشوفها حتى بصراحه بتبقى عناوين يعني مش عايزين نتطرق ليها. صحيح. لكن هو كان بعيد تماما عن الامور دي، يمكن دايما هو بيواكب دايما الحدث متطورات العصر، ولكن كان محافظ على الكيان. يعني كان محافظ حتى تلاقي عامل زي رب الاسره اللي كان في البيت مثلا، في سوشيال ميديا، في الاولاد بقى في ايدهم فيسبوك ومش عارف موبايلات، ولكن بيحافظ على القيم والمبادئ. هو الاستاذ خالد كان بيعمل الكلام. صحيح. ده عندنا بصراحه في الاهرام الرياضي كان عنده روح الاسره دي كبيره جدا. يعني احنا لما كنا بنقفل المجله عندنا، تقفيل المجله كان بيبقى اسبوعيا مثلا يوم الاحد غالبا، كان بيبقى في عشاء جماعي لكل اللي شغالين، ممكن يبقى الساعه 1 والساعه 2 بالليل هو بيبقى متواجد معانا، وما بيسيبناش بصراحه في حاجه زي كده. في حاجات بتحسب ليه، يعني النهارده وانا موجود انا وكل الزملاء في الاهرام الرياضي تحديدا، واحنا بنتكلم عمالين نستعيد ده. يعني هو كان بيرسخ الحاجات دي بالادب وبالاحترام، ان كان راجل
على خلق يعني بصراحه جدا. بصراحه يعني حتى بقول لك دايما الانسان سيره الانسان سيره، او سيره الانسان اطول من السيره اطول من العمر. أكيد. ده حقيقه يعني، خلاص كلنا هنموت ولكن سيرته اعماله هي اللي باقيه له يعني. طبعا ان شاء الله في الجنه باذن الله، بدليل طبعا وفاته اللي اي حد بيتمناها. ولكن هو بصراحه في العمل الصحفي كان مدرسه حقيقي. يمكن دكتور خالد كان اخذني معاه كذا نقاش بخصوص بقى السوشيال ميديا، بما انك انت اللي بتتكلم عنها دلوقتي، وقد ايه كان مستاء من اللي بيحصل على السوشيال ميديا. صحيح. خصوصا ما بين الجماهير في الكوره، بيقول لي ازاي شخص يدي لنفسه حق ان يطلع ويقول الفاظ مش مفروض تتقال، وهو مستخبي ورا الموبايل بتاعه ولا ورا اللابتوب بتاعه. صحيح. لازم يكون في انضباط ولازم يكون في. فانا كنت بحاول دايما اقول يا دكتور هو الناس بقت كده دلوقتي، يقول لي لا بس ما ينفعش الناس تفضل كده. زي ما قلت لحضرتك، هو اكبر دليل ان هو لحد قبل ما يتوفى كان رئيس قناه النادي الاهلي، وبرده ألمه في الاهرام، ومع ذلك ما، وحتى ألمه على الفيسبوك الشخصيه عمره ما تجاوز حد، كان يمدح فقط يعني. مثلا ما يحصل اي تجاوز مثلا في حق الكابتن محمود الخطيب او في مجلس اداره النادي الاهلي، كان يديهم حقهم بدون المساس بالاخر يعني. بيقول ده قيمه، يمكن حتى من اخر الكلمات. صحيح. من اخر الكلمات اللي كان كتبها استقبال الهايل للكابتن محمود الخطيب في جامعه المنصوره. اتكلم على ده، على قيمه ده وحب. صحيح. الناس، يمكن وكانه كان بيرسي نفسه لما قال يعني حب الناس هو اللي بيبقى. سبحان الله، حب الناس النهارده ظهر في 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 تشييع جسمانه. صحيح. وعلى السيل اللي موجود على وسائل التواصل سواء تويتر. حقيقي. او الفيسبوك او حتى بقيه القنوات الفضائيه. من امبارح بالليل اول ما الخبر ظهر او حصلت الوفاه، كان متاخر الساعه 1 بالليل، القنوات اللي كان لسه عندها لايف اذاعت الخبر، والنهارده كل القنوات بتواكب ده، وكانه كان يرسي نفسه يعني. فهو كان عنده دايما حاجه ان هو العمل هو اللي هيبقى. يمكن حتى انا كان بيقول لي حاجه في الشغل، ما كنت اعمل حاجه كويسه او احاول اعمل حاجه كويسه، كان يقول لي اعمل الحاجه الكويسه وبس، ما تنتظرش لا جايزه ولا فلوس، مش مهم، اعمل الحاجه اللي انت مقتنع بيها، مش مهم الحاجه اللي انت راضي عنها، الحاجه اللي انت راضي، اعمل الحاجه اللي تفضل عايشه معاك طول العمر. انت مقتنع بيها وحاجه محترمه اعملها، مش مهم بقى اي حاجه ثانيه. صحيح. بصراحه وده يمكن اثر علينا. شفت دكتور خالد سنين كتيره. صحيح. لو سالتك عن شخصيه دكتور خالد بقى، ازاي كان بيديكوا اعملوا كذا، هتكتبوا في كذا، انا موافق على كذا، مش موافق على كذا، طريقته كانت عامله ازاي في الشغل؟ لان انا كنت بشوفه هنا يعني قد ايه هو انسان طيب واب لينا كلنا، وفي نفس الوقت كان حازم جدا. عايز اقول لحضرتك ان هو بصراحه كان في ميزه غريبه، ان هو كان دايما الصوره دي على فكره سنه 2001 كنا بنفطر مع بعض في شهر رمضان الكريم، شوف بقى لها 18 سنه. فعندي لي صور معاه كتير، بس قلت اخد اقدم صوره ليا معاه يعني. فعايز اقول لحضرتك ان هو كان في ميزه يعني مش متوفره في اغلب الجيل الحالي او حتى الاجيال قبل، ان هو بيصحى بدري جدا. صح. الساعه 7 يصحى ويبقى في المكتب اول واحد. حقيقي. ويفطر بدري، اول واحد ينام موجود بدري في القناه كل يوم. لا يعني، لا يمكن في القناه ممكن الناس مثلا بتيجي بعد الظهر ولا حاجه، لكن هو كان يجي الساعه 8 الصبح. دي حريص على دي طول العمر سبحان الله يعني، ومع ذلك ما ارهقش حد يعني، ما قالش الناس تيجي 8 الصبح ولا 9 الصبح. ما ارهقش الناس، بس هو كان حريص على ده، وبصراحه كان بيتابع شغله بنفسه. لحد ما شغله ينتهي يعني، دي برده يعني مش موجود عند اعداد او ناس كتيره يعني. وطبعا ما بيهينش حد، وكان خليني اقول ايه، بيهينك بالادب كده يعني، حسك ان انت غلطان، مش عامل الحاجه كويس، بس من غير ما يهينك انت شخصيا يعني، يقول لك انت كنت المفروض تعمل كذا 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 كذا، ومن غير ما يهينك يعني. انا فاكر اشهر حاجه انا طبعا عملتها معاه كان حوار كريستيانو رونالدو. بصراحه كان هو اللي مختار العنوان. في العادي الناس بتاخد لما يكون عامل حوار جامد او تحقيق جامد بتاخد عنوانه على الغلاف. نحن مثلا بنفرد بكذا او في حوار كذا، العنوان ده هو اللي مختاره. كتب نصنع الصحافه ونكتب التاريخ، ما كتبش مثلا في رونالدو في اول حوار مش عارف ايه، او مثلا نقطتين حب مصر، ما خدش الكلام ده كله، ما خدش حاجه خالص. قال لي ده انا بكتب لك عنوان، ده اللي هيبقى. كتبها لي على ورقه. انا فاكرها، راح كاتب على ورقه دشت كده، وراح كاتب نصنع الصحافه ونكتب التاريخ، وراح مديها مدانا. هو ده عنوان الغلاف، اكتب بقى اللي انت عايز تكتبه جوه. هو ما اختارش في كل حاجه غير دي، وكتب طبعا مقاله عنه. فهو هنا بيديني دي مدرسه، ان انت بتكتب حاجه فعلا، هو فعلا زي ما قال نصنع الصحافه ونكتب التاريخ. دي حقيقه. مع الايام شوف ده بقى له 5 سنين لحد النهارده عايش، وسيظل يعني، لان هو دي مدرسه احنا اتعلمنا منها، وظهرت ادي بصمتها، احنا قاعدين بنتكلم عليها حتى بعد وفاته يعني.
اهم بقى النصايح اللي كان بيديها لك دكتور خالد كانت ايه؟ يعني زي ما قلت لحضرتك كان رقم واحد عنده اعمل الصح ومش مهم اي حاجه. يعني انا خدت النصايح دي برضه بصراحه، يعني حتى كان يقول لي مثلا انت مقتنع بحاجه ورئيسك مش مقتنع بيها، وانت مقتنع بيها تماما اعملها مش مهم، هي هتتعاقب مش مهم، ممكن تتأذي، ممكن يجوا عليك شويه مش جامد مهم، جامد قلبك جامد قلبك، طالما انت مقتنع بالحاجه اعملها وما يهمكش، يعني اعملها وما تقولش، اعملها يعني ايه كان بالبلدي كان يقول لي دوس دوس ما يهمكش، طالما طول ما انت صح لا يصح الا الصحيح. يمكن ده كلامه صحيح طبعا، حتى كنت اقول لحضرتك يقول لي ما تعمل حاجه ما تبصش دايما، ما تنتظرش ان انت تاخد من وراها فلوس او تاخد من وراها جوائز، كل ده مش مهم، الحاجه الكويسه في حد ذاتها جايزه، الحاجه الكويسه في حد ذاتها فلوس ويدفع فيها فلوس. دي كانت اهم نصايح الاستاذ خالد الله يرحمه ليه. يعني استاذ خالد ازاي اثر استاذ خالد او اسلوبه في السلوك المنضبط للاعلام الرياضي من وجهه نظرك؟ والله مع التراشق طبعا اللي حصل في الفتره الاخيره، سبحان الله هو بعيد تماما طبعا عن الكلام ده، ولا يمكن حد يجيبه يتكلم عن الكلام ده، هيعلق على ايه؟ يعني طبعا سباب طلع من الاطراف طبعا زي ما شفنا، يعني هو يجي بقى او كان الناس تستضيفه فلما الامور بقى تبقى هاديه او بتاع، لان هو مش صاحب فكره الصوت العالي، يعني الصوت العالي او زي ما قلت لحضرتك هو صاحب مدرسه الصح، يعني انت بتعمل الصح لا يصح الا الصحيح، فهو كان بيعمل اللي من وجهه نظره هيعيش، يعني ما بيخشش. انا هو رئيس قناه النادي الاهلي، وقناه النادي الاهلي او النادي الاهلي في الفتره الاخيره كان في مشكله، احنا عارفين اتحاد الكوره والنادي بيراميدز ونادي الزمالك والى اخره، يعني والترشحات اللي بتحصل من رئيس ده وملك ده وما الى ذلك، هو ما دخلش خالص في القصه دي، لا بقلمه ولا بتوجيهاته حتى في القناه، يعني كان هو دايما يعني سبحان الله ده اكبر دليل، عشان كان يمكن حتى من الحاجات الكويسه النهارده النادي الزمالك بنعيه في بيان رسمي، ليه؟ لان هو راجل محترم، كان راجل محترم فرض احترامه على الجميع، لم يمس من احد من كل الاطراف باي اساءه باي اهانه، لان هو احترامه فرض نفسه على الجميع. صحيح. ازاي بقى لو سالتك كدكتور خالد اثر في شخصيتك انت كصحفي؟ يعني ويمكن انا في بدايه ما هو تولى طبعا رئاسه التحرير في 2014 قلت له انا بحاول اعمل، كنت انا عملت كام حوار كده بره بس ما كانش لسه، يعني مش حوارات مسمعه قوي، كان سيفان شعراوي، كان رايان جيجز، حاجات كده يعني. فقلت له انا يعني حابب في القصه دي، وهو كان حتى كان قال لي تعالى بدري افطر معايا، فرحت له في مره الساعه 9 يعني ما كررتهاش ثاني طبعا، فقال لي تعالى يعني حاول تيجي بدري، فرحت له في مره فقال لي انت دماغك فيها وبتاع، فقلت له انا حابب اكمل في القصه دي واعمل حوارات بره واوروبا والكلام ده كله، فقال لي طيب دوس فيها وما يهمكش اعمل، انت هتخسر ايه يعني؟ اطلب مع اي حد، يعني اعمل مع اي حد، فقلت له انا بحاول مثلا مع رونالدو مع ميسي، قال لي دوس ما فيش اي مشاكل، المجله هنا مفتوحه لك، اعمل اللي انت عايزه وهتاخد حقك كامل مكمل، انا بريء منك امام الله، في يعني ان انا ادي لك حقوقك، ده عهد عليا. وفعلا يمكن انا حتى انا يعني ليا موقف كده طريف معاه، لما جيت سافرت رحت مدريد ما قلتلوش ان انا رايح مدريد، يعني حاولت اطبق كلامه عليه هو. فسافرت وبقول لي انت رايح فين؟ واخد اجازه رايح فين؟ قلت له رايح جمصه، فهو بيهرج معايا، قال لي طبعا فلاح طبعا هتروح فين؟ الا جمصه، بيهرج معايا. فطبعا لما رحت في مدريد عملت اللقاء، وبعدين لقيت نفسي يوم وانا جاي في مطار مدريد، فقلت ادي له مزد كده اكلمه يعني اهرج معاه شويه، فاديت له مزد فما رد ما كلمنيش، وطبعا احنا ما بنديش مزدات المفروض بتصل بس وانا مش في مصر، فاديت له مزد تاني، المزد التالت راح مكلمني قال لي الدقيقه بقت بريال وبقت بتدي مزد، قلت له الكلام ده انا لو جنبك في مصر، قال له امال انت فين؟ قلت له في مطار كاراكاس الدوري اللي هو في مدريد، قال لي بتعمل ايه؟ قلت له عملت حوار رونالدو وجاي لك، بجد؟ قلت له ده كرم من ربنا، والله انا فاكر الكلمه دي، كان سعيد جدا وكانه طفل، يعني انا اللي عامله الحوار وكان سعيد اكتر مني. يقول لي ده كرم من ربنا كبير، ده كرم من ربنا انت ما تتخيلش، والله دي حاجه يعني. انت جاي امتى؟ قلت له انا جاي ان شاء الله انا في المطار وهكون عند حركه الصبح. انا دخلت المجله تاني يوم لقيته معلق لي المكافأة من جيبه الشخصي، مكافأة مادية من جيبه الشخصي مع الأهالي، وجد هاني قدام الناس كلها، وحتى ما كانش شاف ما شافش حاجة يعني، هو بس أنا قلت له بس أنا عملت الحوار وخلاص. فأنا أتذكر حتى خد كل اللي قال لي هات الحاجات اللي أنت عملتها، الفلوس اللي دفعتها، وقبل ما المجلة طلعت يوم الأربعاء، قبل ما أمسك المجلة كانت خدت كل فلوسي، ودي أمانة والله العظيم لازم أقولها، هو عند ربنا وفي مكان أحسن من اللي إحنا فيه. قبل اول ما جيت يوم الاربعاء، المجله بتطلع عندنا يوم الاربعاء، فهو اول ما جيت قال لي اتصل بس شوف عملوا ايه، فاتصلت قلت له عملوا مبلغ كذا، قال لي بس
الحمد لله انا كده يعني اديت لك حقك، انزل خد فلوسك. طب لسه هشرب شاي؟ قال لا خد فلوسك الاول. قبل ما اخد المجله خدت الفلوس، ودي امانه يعني لازم اقولها بصراحه، يعني راجل في مكان اخر طبعا. فهي دي الميزه، ان هو كان بصراحه كان دايما بيدفعك لقدام وبيدي لك حقك على قد ما يقدر. طبعا في حاجات ممكن ما تكونش في ايده يعني. صحيح، وبصراحه كان انسان جميل جدا يعني فوق الوصف. انا يمكن زي ما قلت لك اتعرفت على دكتور خالد في شهر 7 او في شهر 8، بس نادرا لما بتقابل حد فتره قليله كده ويؤثر جدا في شخصيتك. صحيح، كان شخص يعني بيميل المثاليه اللي مش موجوده اصلا في اي حته. بصراحه يعني انا لو افتكرت له مواقف مع الاستاذ خالد يعني هفتكر له ايه ولا ايه؟ انا فاكر وانا حتى غير معين لسه في الاهرام الرياضي، كنت لسه في بدايه الالفيه ايام الصوره دي اللي احنا وصلناها. هو انا فاكر في مره كنت بقعد مثلا معاه شويه، يقول لي اقعد بس، اقول له هروح، يقول لي طب اقعد معاه نشرب شاي، وهو ماشي كان يوصلني لحد البيت بالعربيه بتاعته. يعني هو بقى قيمه وقامه، وكان سكرتير تحرير الاهرام الرياضي في الوقت ده، وانا حتى ما كنت، كان اسمي بالقلم الرصاص في مؤسسه الاهرام، ومع ذلك كان يوصلني لحد البيت. كنت اتحرج اقول له يا عم طب ما انا هاخد انا اتوبيس ولا ايه، حاول لا انا هوصلك. فكان بصراحه كان اسلوبه الجامد ده وادبه الجامد بصراحه كان بيخجلنا احنا الامانه يعني. صحيح، فعلا الانسان سيره، الواحد يفتكر الحاجات دي لاخر العمر يعني. صحيح، رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته وتغمده برحمته ان شاء الله والهم اسرته الصبر والسروان يا رب امين. طيب عايزين نروح للقاء بكره. لاسارتي كمان اعلن قائمه النادي الاهلي اللي هتواجه بكره الداخليه، ضمت القائمه شريف اكرامي وشناوي، علي لطفي، محمد هاني، سعد سمير، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، هشام محمد، وعمرو السوليه، وحمدي فتحي، وكريم نادفد، ونصر ماهر، وصلاح محسن، واحمد الشيخ، وحسين الشحات، ومروان محسن، واحمد حمودي، وجونيور اجاي، وجيرالدو. لقاء بكره النادي الاهلي في مشواره القادم سواء في الدوري او في دوري ابطال افريقيا ما عندوش اي اوبشن تاني غير الفوز. صحيح، فوز وحصد 3 نقاط من كل لقاء. ما فيش عندنا مجال لا للتعادل ولا لا قدر الله للخساره. صحيح، شايف لقاء بكره هيكون عامل ازاي؟ مع العلم طبعا ان نادي الداخليه او فريق الداخليه بيتميز جدا بدفاعاته. والله هقول لحضرتك، هو زي ما حضرتك تفضلت انه الاهلي ما عادش عنده اوبشن، حتى صحيح في دور الابطال بعد الهزيمه الاخيره قدام سيمبا في تنزانيا، خلاص لازم اللي جاي مباراته القادمه يعني هنتكلم عليها بعد شويه، بس مباراته اللي قدام فيتا كلوب لازم على الاقل يتعادل او ما يخسرش يعني. نرجع لمباراه الداخليه. مباراه الداخليه طبعا طبيعه مباريات الاهلي والداخليه دايما بتبقى قويه، يمكن حتى الداخليه ده فريق الداخليه من الفرق القليله جدا اللي هزمت الاهلي ذهابا وايابا من كام سنه وتحت قياده نفس المدرب علاء عبد العال. يمكن مباراه الدور الاول كان الاهلي تعادل فيها، كان خسران لحد الوقت الضايع يمكن الدقيقه الرابعه 2-1، والاهلي تعادل فيها 2-2، قدر يرجع في المباراه. من هنا بتيجي المباراه دي قويه، الفريق ده فريق الداخليه فريق محترم، معاه مدرب الكيمياء بتاعته ماشيه مع فريق الداخليه، يقدر بيعرف يلعب في الماتشات الكبيره اللي هي ماتشات النادي الاهلي. هي دي الصعوبه كمان في النادي الاهلي ما عندوش، زي ما حضرتك تفضلت وقلت ما عندوش اوبشن ان هو يخسر نقطه واحده، مش هقول لك نقطتين حتى. صحيح، بالتعادل، لان انت فوزك مش مجرد ان انت، يمكن حتى جمهور الاهلي في فتره اخيره لما الاهلي كان بيكسب وما يقدمش مش مهم، كله بيقول خلاص ده مش وقته، دلوقتي حصد نقاط وخلاص. حصد النقاط مش فكره انك بتحصد نقاط او الاداء فين، لا انت بتضغط على المنافس الحقيقي والصريح ليك هو نادي الزمالك. صحيح، الفرق 6 نقاط. خلينا نقول برضو انه الفرق ده عمره ما يتكسر غير بالمواجهات المباشره. صحيح، عشان وده اللي النادي الاهلي بيراهن عليه، ان انت تفضل محافظ على ال6 نقاط اللي هم ماتشينك مع الزمالك ده. جمهور الاهلي بيقول كده، ثقته في ناديه. النادي الاهلي بيضغط بيضغط بالانتصارات المتتاليه على نادي الزمالك، بيحصد النقاط، لان النهارده زي ما جمهور الاهلي مستني اي وقعه لنادي الزمالك. لو الزمالك اتعادل او خسر ده يعني النادي الاهلي خلاص، بنقول النادي الاهلي دخل في الجيم بنسبه 95%. كذلك لو الاهلي لا قدر الله خسر نقطه او التعادل قصدي او بالهزيمه، بيتقال برضو ان هو خرج من خصوصا كمان بعد تراجع فريق بيراميدز يمكن لسه خسران دلوقتي حالا من الجونه 2-1.
واحد. انا مش بعتبر فريق بيراميدز طبعا، مع كلام احترامي احترامي لفريق قوي جدا وفريق بصراحه عالي جدا، ولكن مع الفريق اكتر ما يميزه هو امكانياته الماليه الضخمه. لكن معلش انا المنافس الصحيح للنادي الاهلي هو نادي الزمالك، يعني مش هقول لك بحكم التاريخ بقى والحاجات اللي احنا عارفينها والجماهيريه، ولكن انا بتكلم على حتى واقع الجدول، يعني اللي هم فرق الاهلي والزمالك هم ست نقاط. لكن الفرق لو الاهلي لعب ماتشاته لو تشوف عدد المباريات مع نادي بيراميدز، الاهلي هيتخطى بيراميدز بكتير. يعني انا بتكلم على المنافسه الحقيقيه هو نادي الزمالك. انت انتصارات النادي الاهلي بتضغط على نادي الزمالك، هي اللي بتعمل ربكه لنادي الزمالك. يمكن نادي الزمالك لاحظنا ان هو بعد ما كان فايق وبيفوز وباداء وحاجه على اعلى مستوى، بدات المباراه الاخيره يتوتر شويه. التوتر ده نتيجه ضغط انتصارات الاهلي، حتى لو النادي الاهلي مش انتصاراته مش مقنعه زي الانتصارات الاخيره، 1-0 بالعافيه، 2-1 بالعافيه، مفيش مشاكل، الجمهور متقبل ده. طبعا يتمنى اكتر بس متقبل ده، او في حته غصبا عن الناس بقى خلاص اهدار الفرص السهله اللي ملهاش اي تفسير يعني. لكن طبعا دي يتمنى اتمنى ان شاء الله ان مارتين لاسارتي يعالج الموضوع ده ويلاقي له حل. هو الراجل قال لك ان ده اكيد هينفعنا كتير في المباريات اللي جايه. وبرده احنا لسه بنقول ان الاهم ان احنا ما عندناش اي بديل عن الفوز في مباريات القادمه للنادي الاهلي في الدوري المصري الممتاز، في طريقنا لتحقيق الدوري رقم 41 للنادي الاهلي. استاذ محسن نملوم نورتنا النهارده في كلام في الميديا، اكيد اتشرفنا بوجودك معانا. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده، اشوفكم ان شاء الله بكره في نفس الميعاد الساعه 5 مساء. يوم سعيد على حضراتكم.